يأتي هذا بينما حذرت المفوضية الأوروبية كل من إيطاليا وإسبانيا ومالطا ولوكسمبورغ وفنلندا، حذرتهما من انتهاك قواعد الدين والعجز بالاتحاد الأوروبي العام القادم. وأشارت المفوضية إلى أن ألمانيا وإستونيا فقط هما الدولتان الملتزمتان بمستهدفات العجز والدين المحددة من قبل التكتل. وتعد عملية الإشراف على ميزانيات الدول الأعضاء من قبل الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز النمو في الوقت الذي يتعافى فيه التكتل من فترة ركود طويلة. أكد وفدا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مفاوضات تحرير التجارة بينهما، أكدوا أن الجولة الثانية من المفاوضات اقتربت من تحديد مجالات الاتفاق بينهما، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات في واشنطن لمدة أسبوع، وذلك اعتبارا من 16 من ديسمبر المقبل. ووفقا لتقديرات مركز الأبحاث السياسية والاقتصادية، فإن الاتفاقية التجارية الطموحة يمكن أن تضيف 119 مليار يورو إلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي و95 مليار يورو للاقتصاد الأمريكي سنويا. ختم هذه الوقفة الاقتصادية في ساعة الإخبارية الشاملة، وهذه عودة إلى الزملاء أشرف ونجلاء لاستكمال ما تبقى منه. شكرا لك لميس. وبالعودة إلى أخبارنا، أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أنه تم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل. من جانبه أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية أن حكومة علي العريدي لن تستقيل قبل الانتهاء من صياغات الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. بدوره شدد العريدي على ضرورة التوافق، مؤكدا أن الحوار الوطني لم يفشل ولم ينتهي، وهو مستمر ولكن بشكل ثنائي أو ثلاثي، وسينطلق من جديد خلال الأسبوع القادم. وإلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أفادت تقارير إعلامية بمقتل 19 مسلحا من جماعة الحوثيين وستة من مسلحي جبهة النصرة السلفية، وذلك خلال اشتباكات بين الجانبين في مواقع عدة بمحافظة صعدة. في غضون ذلك، تظاهر آلاف السلفيين أمام منزل الرئيس عبد الرب منصور هادي للمرة الثانية في شهر للمطالبة بوضع حد للحصار الذي يقولون أن المتمردين الحوثيين الشيعة يفرضونه على منطقة دمشق الواقعة في ضواحي مدينة صعدة. حالة الانفلات الأمني تسيطر على الشارع اليمني في كافة الأنحاء، فقد شهدت العديد من المناطق والمدن تصعيدا أمنيا، خاصة بعد تجدد الاشتباكات المسلحة التي وصفت بالعنيفة بين جماعة الحوثيين وحلف النصرة بكتاف، وهي الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي الجماعة بينهم اثنين من قادتها، فضلا عن إصابة آخرين. مصدر يمني مسؤول أشار إلى أن الحوثيين استولوا على مناطق تابعة لقبيلة بني حداد، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في هذه المواجهات التي اندلعت على خلفية قطع حشود قبلية الطريق أمام الإمدادات الغذائية والنفطية إلى محافظة صعدة. وفي المقابل، شهدت ثلاث جبهات أخرى في محيط صعدة مواجهات عنيفة بين الحوثيين وأبناء القبائل المؤيدين للسلفيين، بينما تداعى أبناء القبائل لمساندة دماج وهم يفرضون حصارا على مناطق للحوثيين لإجبارهم على فك الحصار عن دماج. من جانبه، أكد مصدر عسكري أنه تم تكثيف التواجد الأمني والعسكري بالشوارع الرئيسية في إطار الحملة الأمنية التي تنفذها وحدات من قوات الجيش بالتنسيق مع أجهزة الأمن المختلفة، وذلك في محاولة للسيطرة على الموقف. وفي تطور آخر، تظاهر آلاف السلفيين أمام منزل الرئيس عبد الرب منصور هادي في صنعاء للمرة الثانية هذا الشهر للمطالبة بوضع حد للحصار الذي يقولون إن المتمردين الحوثيين الشيعة يفرضونه على منطقة دماج. وفي بيان لهم، أدان المتظاهرون ما وصفوه بتخاذل الحكومة والجيش عن إنهاء حصار الحوثيين على دماج والمستمر منذ 40 يوما، كما طالب البيان السلطات الحكومية بسرعة إنهاء سيطرة الحوثيين على صعدة ونزع أسلحة الجماعة وتشكيل لجان تحقيق حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة في صعدة منذ مطلع عام 2011. ومنذ أسابيع تدور معارك بين الحوثيين والسلفيين الذين يتحصنون بالألاف داخل وفي محيط مركز تعليمي سلفي في منطقة دماج الواقع في ضواحي مدينة صعدة معقل الحوثيين.
وبينما يؤكد السلفيون أنهم يتعرضون لحصار وقصف عنيف من الحوثيين، يؤكد الآخرون أن دمية تضم آلاف من المقاتلين المتطرفين الأجانب الذين يصفونهم بالتكفيريين. عماد العزالي، النيل. إلى ليبيا، حيث أعلنت السلطات هناك الحداد الرسمي في البلاد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة ارتفاع حصيلة أحداث طرابلس إلى 43 قتيلا و461 جريحا. وقد دعت الحكومة الليبية إلى التهدئة مؤكدة أنها ستعمل على نزع سلاح الميليشيات غير الشرعية، بينما حذر رئيس المجلس المحلي لطرابلس من إعلان الإضراب العام والدخول في عصيان مدني حتى رحيل الميليشيات غير الشرعية من العاصمة. شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن أي اتفاقية نووية بين إيران والقوى الكبرى لا توافق عليها طهران أو تعترف بما سماها حقوق الشعب الإيراني سيكون مصيرها الفشل، مضيفا أن ما حدث في جنيف لا يمكن تغييره. يأتي ذلك بينما أعرب مسؤول أمريكي رفيع عن توقعه بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الكبرى خلال الجولة الجديدة من المحادثات النووية التي تستضيفها جنيف الأربعاء المقبل. قبل أيام قليلة من اجتماع جنيف المرتقب بين إيران والقوى الكبرى التي تتفاوض معها حول ملفها النووي، تباينت التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي سنوات من تشكك العالم حيال نوايا طهران النووية. في سياق هذه التباينات، أعلن مسؤول أمريكي رفيع عن توقعه بخروج اجتماع جنيف المقبل باتفاق، إلا أنه أشار إلى استمرار وجود خلافات لم يحددها. المسؤول الأمريكي قال أيضا أنه في ختام محادثات جنيف السابقة قدمت القوى الكبرى إلى إيران مسودة اتفاق وصفتها بأنها أكثر قوة ومحسنة مقارنة بالصياغة الأصلية لمشروع الاتفاق. وحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران أبطأت توسعة برنامجها لتخصيب اليورانيوم إلى حد الإيقاف الفعلي، غير أن القوى الغربية لا تزال تريد منها وقف إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% والالتزام بتقليل إنتاجها منه إلى درجة نقاء 3.5% إلى جانب مزيد من عمليات التفتيش على منشآتها النووية. في المقابل، يشكك خبراء في فرضية أن إنجاز إيران لهذه المطالب من شأنه أن يؤخر قدرتها على إنتاج سلاح نووي، معتبرين أن هذه القدرة ستظل باقية مع وجود العديد من أجهزة الطرد المركزية. وحسب التسريبات، فإن أبرز النقاط الشائكة أمام مفاوضات جنيف هي مفاعل أراك، وذلك نظرا لتمسك إيران به وإصرارها على أن تقر الدول الست صراحة بحقها في تخصيب اليورانيوم. أما ما يتعلق بالحوافز فإنها تخص نقطتين أساسيتين، هما سماح تدريجي بصرف دفعات من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وتخفيف مؤقت على القيود المفروضة عليها في تجارتي النفط والمعادن النفيسة. وبالرغم من الأحاديث عن تخفيف العقوبات، إلا أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أعادوا فرض عقوبات على 7 مصارف إيرانية ومواطن إيراني يشتبه بتورطهم في البرنامج النووي. وفي السنوات الأخيرة فرض الاتحاد سلسلة عقوبات على إيران بهدف الضغط عليها لإرغامها على الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بوقف أنشطتها النووية المشتبه في أنها تخفي خلف ستارها المدني شقا عسكريا سريا، وهو الأمر الذي تنفيه طهران على الدوام. فرضت السلطات الباكستانية حظرا للتجوال في مدينة روالا بندي على خلفية الاشتباكات الطائفية التي نشبت بين شيعة وسنة. كان 7 أشخاص قد قتلوا وأصيب 22 آخرون خلال الاحتفال بذكرى عاشوراء في المدينة المجاورة للعاصمة إسلام أباد، وذلك عند مرور موكب شيعي أمام مسجد للسنة أثناء إقامة شعائر صلاة الجمعة. وقد تبادل الجانبان الاتهامات بإطلاق شرارة المواجهات والقيام بأعمال استفزاز للجانب الآخر. وفي أفغانستان المجاورة، أعلن الرئيس الأفغاني حميد كارزاي أنه تم التوصل إلى مسودة نهائية لاتفاق أمني مع الجانب الأمريكي، وأنه سيتم عرضه على المجلس التقليدي لقبائل لويا جرجع.
الأسبوع المقبل. ودعا كارزاي زعماء حركة طالبان وحلفائها إلى حضور الجلسة التي ستقر الاتفاق الذي ينظم عملية استبرار تواجد القوات الأمريكية في البلاد بعد انتهاء مهمة قوات حلف الناتو العام القادم. كانت طالبان رفضت مسبقا عقد اجتماع القبائل وهددت أعضائه أنه سيتم معاقبتهم كخونة حال إقرارهم للاتفاق الذي من شأنه إضفاء شرعية على الاحتلال الأمريكي على حد وصفهم. في الفلبين ضعفت الأمم المتحدة من تقديرها للأشخاص الذين شردوا جراء الآثار هيان إلى نحو 2 مليون شخص، بينما صرحت الحكومة أن عدد من لقوا حتفهم في الآثار تخطى 3600 شخص. في الأثناء يواصل الآلاف من الناجين من الإعصار مغادرة مدينة تاكلوبنان عاصمة إقليم ليتي الأكثر تضررا إلى العاصمة مانيلا في رحلات تنظمها القوات الجوية والبحرية. جهود مبنية محلية ودولية تبذل من أجل رفع آثار الدمار التي خلفها إعصار هيان في الفلبين. الجيش الفلبيني ينشر نحو 12,000 جندي على الأرض لتقديم مساعدات إنسانية ومواجهة الكوارث في المناطق المتضررة. كما تستقبل البلاد فرقا من جيوش أجنبية إلى مدينة تاكلوبان التي تشهد عمليات إغاثة واسعة. وأعلن الجيش الأمريكي نقل 118 طنا من المواد الغذائية ومياه وخيما وأجلى نحو 3,000 شخص. وأعلنت بريطانيا إرسال أكبر سفينة في بحرياتها والمساهمة ب 35 مليون يورو. كما أقام فريق طبي من اليابان مستشفى ميداني في مدينة تاكلوبان لعلاج المصابين، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 7 ملايين يورو أخرى لمساعدة الفلبين ليرتفع تمويله إلى 20 مليون يورو. المفوضية الأوروبية تقدم 7 ملايين يورو إضافية، وهذا يرفع التمويل من المفوضية إلى 20 مليون يورو للإغاثة العاجلة وكذلك لتحقيق تعافي سريع، نظرا لأن الحاجة للمأوى هنا هائلة بشكل واضح. في غضون ذلك بدأ الناجون في إعادة بناء المنازل التي دمرها أحد أقوى الأعاصير في تاريخ البشرية، لكن جهود الإغاثة ما زالت لم تكتمل بشكل كبير، ما يدفع بآلاف الفلبيين إلى الفرار من تلك الظروف القاسية، إذ يندر الماء والغذاء في إقليم ليتي الأكثر تضررا، وما زالت الكهرباء منقطعة عن المنطقة وأغلقت أكوام الحطام الكثير من الشوارع. وأعلنت الحكومة حصيلة رسمية أولية تفيد بمقتل ما يزيد على 3,600 شخص ونزوح حوالي 2 مليون بسبب الإعصار الذي دمر مدنا وبلدات في شرق الفلبين. ووفقا للأمم المتحدة تأثر حوالي 13 مليون شخص من جراء الإعصار، منهم نحو 2 مليون تهجروا و2.5 مليون ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة. شادي أنور، النيل. بانوراما النيل مستمرة معكم وفيها بعد أخبار.